يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الضابط الشرعي للأدعية في السجود؟ فهل ندعو بما نشاء أو لا بد أن تكون الأدعية متعلقة بالدين لا بالدنيا؟ تدعو الله بالدين والدنيا جميع، ما تقتصر على الدنيا فقط. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، تدعو الله لدينك ودنياك، أما تقتصر على الدنيا فقط فهذا فيه ما فيه. نعم. يقول ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. نعم.